السلام عليكم، عندي لاحصة جديدة بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، وغادي تكون تتم الدرس ديال الليكسيك اللي ديجا كنت شرحته لكم في الفيديو السابق. هو هذا، كنا ديجا شرحنا هذا الفيديو، هذا كنا شفنا هذا الدرس هذا سابقا، كنت شرحته لكم في واحد الفيديو، ها هو ديجا عندي مخدوم. اذا دابا غادي تشوفوا الصفحه ديال التمارين اللي هي الصفحه رقم 61. الصفحه رقم 61 غادي نخدموها جميعا ان شاء الله، لكن قبل ذلك كنتمنى انكم تدعموا القناه اشتراك ولايك، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم الى عجبكم الدرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كل جديد، اذا نبداو على بركه الله. جو مونترين كومبليت لي فراز افيك لي مو كي كونفيان. نكملوا هاد لي فراز هادو اللي عندنا هنا بهاد الكلمات اللي عاطينهم لينا هنا. ليغاليتي، ليغاليتي هو كنقولوا المساواه. ليكول هي المدرسه. ان بون سيتويان هي هو مواطن صالح. ايدي يعني ساعد، مساعده. سوليدير متضامن. ريسبكتي هو احترام، لو ريسبي. الوغ جو دو لي دي ميني هما الفقراء. اذا جو دو شنو خصني ندير؟ خصني نعاون هاد الفقراء. جو دو ايدي. فوالا نوتر دوفوار يعني من الواجبات ديالنا. اي دو نو بروفيسور اي نو بارون يعني من الواجب ديالنا اننا نديرو شي حاجه للاساتذه و الوالدين، يعني ريسبكتي نحترمو. ريسبكت نحترمو الاساتذه ديالنا والوالدين ديالنا. سويون بوغ نيتواي نوتر كارتي باش ننظفوا الحي ديالنا. سوليدير يعني خصنا نكونوا متضامنين. باش ننظفوا الكارتي. دي سي سولوي كي ام سون بي. شكون هو اللي كيبغي الدوله ديالو؟ هو ان بون سيتويان، هو المواطن الصالح، هو اللي كيبغي الدوله ديالو او الوطن ديالو. فوالا سي كون. اذا حيدنا ريسبي وسوليدير وايدي وبون سيتويان. فوالا جاو مرتبين. سي كون تو لي سيتويان بروفيت دي ميم اندرو، يعني منين كي يكون جميع المواطنين كيستافدو من نفس الحقوق، هذا كتسمى المساواة. ليغاليتي سي كون تو لي سيتويان بروفيت des mêmes endroits. Alors, prépare les enfants à devenir de bons citoyens. Il nous a dit que les enfants sont des bons citoyens. L'école. Voilà. Et donc, nous sommes d'abord. Tumeril Aoul, nous sommes tumeril Tani. C'est trois actions de citoyens. Yani, trois de les actions de citoyens. Déjà que nous avons dit, Léoma. من بينهم مثلا لو سوتيان والدعم ولاد المساعده ولا سوليداريتي. اذا نبداو بلا سوليداريتي. سو لي داريتي كذلك لو سوتيان الدعم وكاينه لاد مساعده. الوغ ندوزو دابا نشوفو تمرين رقم 3. اكري اون فراز بور شاكون دي اكسيون سيتويان دو ليكزيرسيس 2. يعني هادو اللي ذكرناهم دابا هنا كل وحده فيهم غنديروا ليها واحد لا فراز. اذا وعندنا هاد نفكروا في شي جمله فيها لا سوليداريتي. باغ اكزومبل نقولوا نوتر بروميير دوفوار. يعني من الواجبات الاولى ديالنا. اي لا سوليداريتي. سوليداريتي يعني تضامن انساني. فوالا الوغ بي عندنا لو سوتيان سيتاتير خصنا شي فراز فيها لو سوتيان. الوغ نقولوا مثلا le meilleur
لو ميور سوتيان يعني احسن دعم تقدر تشوفه مثلا دون لي زوغ ديفيسيل يعني لو بغيت نشرحها بالعربية احسن سوتيان يمكن لك تشوفه في الاوقات الصعبة شنو هو اي لا ما دان امي لا ما دان امي يعني احسن دعم يمكن لك تشوفه في الاوقات الصعبة هي واحد اليد ديال واحد الصديق تجي تعاونك تمد لك وتعاونك قالت لينا ليد غادي نديرو غير جو في فوزيدي يعني غادي نعاونك فوالا اذا غادي ندوزو دابا لجو مي فاليو هذا غادي يكون فيديو قصير لان التمارين بساط غير ليكسيك الدرس ديال ليكسيك يكون شويه سهل ماشي بحال كونجيغيزون الكرامير اذا ندوزو دابا نشوفو جو مي فاليو اكري دي فراز افيك شاكان دي مو سويفون عطاونا دابا هما ثلاثه ديال الكلمات سوليداريتي ديجا درناها ريسبي هو الاحترام شنو غادي نقولو جو دوا du respect envers يعني قدام les grands personnes الكبار يكون شويه ديال الاحترام قدام الناس الكبار les grands de personnes les grandes personnes voilà يعني الناس الكبار نقد نكون نحترمو نكونوا محترمين قدام الناس الكبار نحترموهم لا سوليداريتي نديرو لا فراز اخرى عندنا درناها ولكن نديرو شي جمله اخرى يلا لا سوليداريتي سولي داريتي لا سوليداريتي ايت اون بون كالي سي بون كاليتي فوالا دابا ندوزو نشوفو هاد سيتويان مواطن جو سوي انا مواطن مغربي جو سوي ان سيتويان ماروكا اي فوالا شنو بقى لينا دابا السؤال رقم 3 سي 3 اوتر فالور كو دو افوار ان بون سيتويان دابا خصنا نزيدو 3 ديال لي فالور اخرين ديجا درنا هاد الثلاثه هادو نديرو ثاني 3 وحدين اخرين هنا اذا ممكن تكون هذيك ليغاليتي المساواة لا نديرو جاستيس تكون عادل العدل و لا بوليتيس ادب الانسان يكون مؤدب ومخلق ولاد نعاود ولاد المساعدة فوالا وهكذا نكون قد اتممنا حصة اليوم اراكم في حصة قادمة ان شاء الله بالتوفيق للجميع والسلام عليكم.